يحتاج مصاب فيروس كورونا المستجد إلى حجر صحي بمواصفات وتجهيزات طبية خاصة لمساعدة المريض على تمام الشفاء. وفي مصر خصصت الحكومة عدداً من المستشفيات والأماكن للحجر في مختلف محافظات الجمهورية. والآن نتعرف عن قرب على تجربة طبيبة مصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي الآن قيد الحجر بمستشفى متخصص لذلك بمحافظة الأسكندرية. معي دكتورة إيمان محمود، أهلا وسهلا بحضرتك دكتورة إيمان. في البداية دكتور، كيفية الإصابة؟ هل كنت مخلطة لحالة إيجابي؟ هل كنت مسافرة؟ إزاي تمت الإصابة؟ أنا كنت بعمل عمرة، ابتدت من يوم 1 رجب وانتهت يوم 15 رجب. بعد عودتي بيومين من السعودية أنا رجعت شغلي كطبيب مقيم نساء وتوليد في مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون منوفية. المدير المستشفى قابلني أول ما روحت الشغل، قال لي لازم تعملي تحليل كورونا قبل ما تبتدي شغل. أنا ما كانش عندي أي أعراض ظاهرة عليا خالص، حتى أعراض البرد الخفيفة ما كانتش موجودة. فأنا يعني في الأول كنت بقوله ليه يا دكتور أنا أروح أعمل تحليل، أنا ما عنديش مشكلة، درجة حرارتي ما ارتفعتش وما عنديش كحة ولا أي أعراض يعني تقول إن أنا مصابة بكورونا. قال لي للتأكيد يعني عشان سلامة الناس. رحت عملت التحليل في مستشفى حماية أشمون، طلع التحليل بعدها ب24 ساعة إن أنا فعلا مصابة بفيروس كورونا بس بدون أعراض. طيب هل كنت مسافرة لوحدك ولا كان معاكي أحد من أقربائك؟ لا أنا كان معايا زوجي، كان موجود معايا. طب هل زوجك عمل أيضا تحليل الفيروس؟ لا إحنا ما شكناش في أي حاجة لأن إحنا الاثنين. لا بعد ما حضرتك عملت التحليل وطلع إيجابي، هل هو كمان عمل تحليل الفيروس؟ أيوة فورا فورا بعد ما يعني ما تأكدت إن أنا إيجابي. طبعا زوجي لازم يعمل لأن هو كده يعني أتريسك، هو وأولادي والناس اللي أنا اتعاملت معاهم. والأولاد كمان عملوا تحليل، يعني كل المخالطين لحضرتك عملوا تحليل أيوة. للفيروس؟ تمام بالظبط كده. وزملائك في العمل في البيت 9 أفراد اتفضلي. بالظبط كل اللي قابلني في اليوم ده، كل اللي قابلني في اليوم اللي أنا روحت فيه المستشفى، كل الناس دي اتعمل لها تحليل، و9 أفراد في البيت اتعمل لهم تحليل. طيب وبفضل الله طلع كله سلبي سبحان الله. طيب بعد ما تم بعد ما تم معرفة إنه الفيروس إيجابي بالنسبة لك، إيه الإجراءات اللي تمت مباشرة؟ مباشرة حد من وزارة الصحة كلمني قال لي هنبعت عربية إسعاف لحد البيت عندك فيها الستاف يعني مسعفين مجهزين ياخدوك لمستشفى العزل في اسكندرية. طيب وفعلا عربية الإسعاف جت البيت عندي، ده كان الساعة 2 بالليل تقريبا. جت عربية الإسعاف أخدتني وصلت هنا المستشفى حوالي الساعة 4 كده. طيب الموقف كان قبل حتى ما تيجي عربة الإسعاف لتقلك إلى المستشفى الحجر الصحي، إيه اللي كان حاصل؟ هل كنت خايفة مش قادرة تتعاملي مع أولادك؟ عملتي عزل لوحدك لغاية ما عربية الإسعاف تيجي؟ إيه اللي حصل بالظبط؟ أيوة طبعا أنا خفت، أنا اتصدمت من الخبر، وطبعا يعني كأي بني آدم عارف إنه عنده مرض زي ده يعني الناس كلها بتتكلم عنه مرض خطير، أنا خفت للحظات بس الخوف ما طولش الحمد لله. يعني أنا زوجي دكتور صيدلي وكان قاري عن الموضوع بتاع كورونا، قال لي ما تقلقيش أنت سنك صغير وإن شاء الله تتغلبي عليه يعني، وفي أقل من 14 يوم ممكن تكوني موجودة معنا في البيت تاني. وبالنسبة للأطفال يقال إن مناعتهم بتقاوم الفيروس وما فيش حالات أطفال حتى سجلت حتى في بؤرة انتشار الفيروس اللي هي ووهان في الصين، ما قالوش إن في أطفال تأثرت بالموضوع ده. وهو كان ليه دور كبير إن هو يطمني، أنا كنت خايفة على أولادي وخايفة عليه هو كمان طبعا. طيب دكتور إيمان، حالتك الصحية قبل الإصابة بالفيروس، هل كنت بتعاني من أي أمراض ما؟ لا أنا الحمد لله ما عنديش أي أمراض مزمنة، ما كنتش بعاني من أي حاجة. طيب بعد ما وصلت الحجر يا دكتور، إيه الإجراءات اللي اتخذت بشأنك؟ لا هو مفيش إجراءات حصلت بصراحة، هم أخذوا مني بس البطاقة الشخصية وسجلوا بياناتي وأنا اتحطيت في الأوضة اللي هي العزل، هي أوضة مغلقة أنا فيها لوحدي مفيش مرضى تانيين معايا. طيب هل البروتوكول اللي مطبق على حضرتك للعلاج، هل هو بروتوكول عام بيتطبق على كل مريض بيحمل فيروس كورونا داخل مصر؟ ولا دي بتختلف أيوة. من درجة الفيروس لآخر داخل الجسم أو حتى العمر؟
لا هو ده البروتوكول المطبق على كل المرضى، بس المرضى اللي عندهم حاجات تانية يعني associated diseases، دول عندهم chronic disease مثلا زي الناس اللي عندها الضغط والسكر او عندها مشاكل في الكلى، دول بياخدوا علاج تاني كمان للأمراض اللي عندهم من الأول زائد البروتوكول اللي هو بيبقى عمم على كل المرضى. دكتور إيمان، هل الدكاترة قالوا لك هتقعدي قد إيه في الحجر؟ سامعاكي يا أستاذة نسمة. تمام، مدة الحجر دي مش محددة، لا هي المدة دي لما بتطلع التحاليل بتاعتي سلبية بخرج بعدها بيومين أو ثلاثة، بيتم سحب مسحات من الأنف والحلق، ودي بيتعمل لها تحليل اسمه بي سي آر في المعامل المركزية. ما بيتمش خروج المريض غير لما يطلع نتيجة بيتم التحليل لحضرتك كل قد ايه؟ تحليل كل 3 أيام. هل في فترة الحجر ممكن تشوفي أهلك حتى لو من بعيد، ولا في الفترة دي كلها ممنوع تماما إنك تتعاملي مع أي حد لا من الأسرة؟ ممنوع تماما، الاستاف الموجود في المستشفى فقط. أنا بشكرك جدا دكتور إيمان محمد، وأتمنى لحضرتك الشفاء العاجل. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معايا. شكرا شكرا.